ومشاهدينا المزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ مدحت الشريف استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي. سيد مدحت الشريف، تصريحات متضاربة ملحوظة من جانب المتحدث العسكري الإسرائيلي لا تمت للواقع بصلة، كيف ترى أبعاد وخطورة الترويج لفرضيات توطين الفلسطينيين في سيناء على الأمن القومي للمنطقة بأكملها والأهم على القضية الفلسطينية؟ الحقيقة خلال اليومين اللي فاتوا في هناك الكثير من التصريحات التي نجدها متضاربة ما بين العديد من المسؤولين سواء في جيش الدفاع الإسرائيلي أو الحكومة الإسرائيلية، جماعة تحتاج إلى نوع من التنسيق، لأن هذه التصريحات ستجعل الرأي العام الإسرائيلي والعام العربي والدولي يستشعر بأن هناك يعني تخبط في إدارة الأزمة في إسرائيل. عندما أشير إلى أن قطاع غزة مستهدف وأن المواطن الفلسطيني الذي يعيش الذي يريد أن يكون آمن على نفسه. نعم. ده طبعا بالتأكيد تصريح لا يتفق مع قواعد القانون الدولي، ويعيد مرة أخرى أطروحات سمعناها في عهود أخرى سابقة لإخلاء قطاع غزة ومن المواطنين الفلسطينيين ومن أراضيهم بيوتهم، وأن يرجعوا إلى سيناء ويعيشوا في سيناء. التصريح بيعيد مرة أخرى فكر تفريغ القضية الفلسطينية من جوهرها، وأراضيهم أن أراضي الفلسطينيين محتلة بالفعل، وأن عملية التهجير وما نطلق عليه عملية الترانسفير اللي كان يعني في عصور سابقة بتطلق ويتم الترديد فيها بتعيدها مرة أخرى للأذهان، وده طبعا أمر مرفوض دولي وإقليمي وعربي وعلى الشأن المصري تحديدا، وهذا تعدي على السيادة المصرية بالتأكيد. يعني احنا أعتقد أن إسرائيل جانبها الصواب بهذه التصريحات. نعم. وعندما نتحدث عن معبر رفح وانه مفتوح ثم مغلق، هذا الامر ليس له علاقه بالمره بعمليه التهجير. معبر رفح كان مفتوحا فعلا وكان بيسهل عمليه الانتقالات، اسرائيلي، وبالتالي اصبح مغلقا الان نتيجه هذا القصف. نعم. الاجراء الذي تحدث عنه الاخ المتحدث الاسرائيلي اعتقد غير مقبول المره، واعتقد ان هو رجع نفسه اسرائيل مره اخرى ورجع بشكل غير دقيق ايضا، تصريحات دقيقه توضح الواقع. وهناك ايضا نقطه مهمه جدا، عندما اقوم بقصف مجتمعات سكانيه يجب ان اوفر مناطق امنه وممرات انسانيه للتحرك المواطنين من بعد عن مناطق القصف. يعني امان المواطن الفلسطيني على الان مسؤوليه الجيش الدفاع الاسرائيلي، وغير مقبول ان انا افرغ مربعات سكانيه كامله واقوم بمحوها عن وجه الارض تماما لمجرد ان هناك شبهه بوجود اشخاص داخل هذه المجمعات يعني تمويل لحركه حماس. صحيح، هذا شيء مرفوض. سيد مدحت شريف، نريد أن نركز أيضا على موقف مصر الواضح مع يعني الترويج لهذه الفكرة. مصر يعني على مدار تاريخها موقفها ثابت من القضية الفلسطينية، لا تنازل فيه عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. تتجزأ ولا يمكن قضية الشعب الفلسطيني أن يتم طيب بعتذر سيد مدحت الشريف نظرا لسوء الصوت من المصدر، أشكرك شكرا جزيلا، وصلت فكرتك السيد مدحت الشريف استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي.